بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في باب الروح من كتاب الكافي الشريف وبحثنا في هذه الحلقه حول الحديث الثالث واذا سمح لنا الوقت فنبحث في الحديث الرابع من هذا الباب ايضا ان شاء الله تعالى محمد بن مسلم من فقهاء اصحاب الامام الباقر والامام الصادق عليهما الصلاه والسلام يسأل الإمام الصادق عن هذه الآية ونفخت فيه من روحي كيف كان هذا النفخ؟ لأنه كما ذكرنا في حلقات ماضية المجسمة حيث أخذوا كثيرا من المسائل المرتبطة بالمبدأ والمعاد وصفات الله والخلق من كعب الأحبار الذي كان من أحبار اليهود وجاء وجعل مفسرا للقرآن مع وجود الصحابة الكبار فضلا عن وجود أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام جعل هذا الرجل مفسرا للقرآن وهو لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله جعل مفسرا للقرآن فأدخل خرافات التوراة في صفوف المسلمين وبعض الأشخاص جاءوا ونسبوا كلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فحرفوا وأدخلوا هذه الأكاذيب وهذه الإسرائيليات في كتب الحديث والتاريخ والتفسير وما إلى ذلك وكان من مهام الأئمة عليهم الصلاة والسلام تنقية التراث الإسلامي من هذه الأكاذيب. وكان أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام يأتون ويسألون الأئمة، والأئمة كانوا يبينون لهم الواقع في هذه المجالات. هنا هذه الآية (وَنَفَخْتُ فِيهِمْ الروحِ) عندما تأتي إلى المجسمة هؤلاء يتمسكون بالايات المتشابهه ويتركون الايات المحكمه متناسين قوله تعالى ليس كمثله شيء هذه الايه من الايات المحكمه يعني اتفق المسلمون على انها ايه محكمه وحينما ياتون الى ايات الصفات ينكرون وجود التشابه فيها ينكرون المجاز في هذه الايات لكي يحملوا هذه الصفات بمعناها الحقيقي التي هي توجد في الانسان فنتيجة كلامهم هو تجسيم لله وتشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا زين ناتي اذا الى هاي الاية ونفخت فيه من روحي ما هو النفخ؟ المعنى الحقيقي للنفخ هو إخراج الهواء من الفم بشدة عندما تقول نفخت يعني هواء في فمك أنت تخرج هذا الهواء بشدة يصير النفخ أما تحريك الهواء بشكل آخر باليد مثلا واحد يحرك أو بالمروحة أو بالمهفة هذا لا يقال له نفخ وإذا قيل له نفخ فهو تعبير مجازي، زين. الآية تقول: ونفخت فيه من روحي، ما هو معنى النفخ هنا؟ ما هي كيفية النفخ؟ محمد بن مسلم يعلم بأن الله ليس بجسم، ليس له فم كفمنا أو لهات كلهاتنا. ليس هناك هواء مثلا في فمه فينفخ هذا الهواء، هذا هذه المعاني تجسيم. وهي واضحة البطلان، فيأتي ويسأل الإمام عن معنى النفخ، ما هو المقصود بالنفخ هنا؟ الإمام عليه الصلاة والسلام في الجواب يبدأ أولاً يذكر اشتقاق كلمة الروح، بعد معرفة أنه لماذا سميت الروح روحاً، نعرف لماذا الفعل أطلق بعنوان النفخ في اللغة العربية هي لغة الاشتقاقات عندنا أسامي جامدة يعني وضعت الكلمة بمادتها وهيئتها كغالب أسماء الأعلام لكن غالب اللغة فيها اشتقاق يعني هناك مصدر أو اسم مصدر أو المادة المجردة ثم هذه تصاغ بشكل بأشكال مختلفة فكل صيغة من الصيغ لها معنى يختلف عن معنى الصيغ الأخرى مع الاحتفاظ بأصل المعنى في كل هذه الصيغ مثلا الناصر مصدر ناصر اسم فاعل منصور اسم مفعول نصر فعل ماضي ينصر فعل مضارع المادة واحدة نون صاد راء لكن الهيئات المختلفة هيئة اسم الفاعل هيئة اسم المفعول هيئة المصدر هيئة الفعل الماضي في هيئة الفعل المضارع هيئة اسم الآلة هيئة اسم الزمان هيئة اسم المكان هذه تغير المعنى من جهة الهيئة مع مع الاحتفاظ بالمعنى الاساسي اللي هو الناصر في كل هذه الاشتقاقات هذا في الصرف يسمى الاشتقاق الصغير وعلم الصرف يبنى على هذا اشتقاق الكلمات ومعاني الهيئات المختلفة النصر بمعنى حدوث النصر في الزمان الماضي أما ينصر بمعنى حدوث النصر في الزمان الحال أو في الزمان المستقبل هذه الهيئة غيرت من هذه الجهة هذا الاشتقاق الصغير وعلم الصرف كما ذكرنا يبتني على هذا معرفة الاشتقاقات وأصولها ومعاني الهيئات المختلفة عندنا في اللغة العربية اشتقاق آخر يسمى الاشتقاق الكبير الاشتقاق الكبير معناه هو أنه صيغتان الألفاظ ليست متشابهة من حيث المادة، ولكن هناك ارتباط بين الصيغتين، بين المادتين، يعني في الاشتقاق الصغير فاء الفعل، عين الفعل، لام الفعل بالترتيب، يعني في مادة نصر وينصر وانصر وناصر ومنصور النون أول، الصاد ثاني، الراء ثالث، سواء هناك حرف زائد في وسطها أو لم يكن، لكن هذا الترتيب محفوظ في كل الاشتقاقات هذا يسمى الاشتقاق الصغير. اما الاشتقاق الكبير قد تختلف بعض الحروف او الترتيب قد يختلف البحر والرحب. البحر والرحب الحروف نفس الحروف باء وحاء وراء لكن ترتيب الحروف يختلف فالراحب الراء اول في البحر الراء اخير. لكن هناك ارتباط بين الكلمتين. وهذا الارتباط لعله مثلا في كلمة البحر وكلمة الرحب، السعة الموجودة، البحر وسيع والرحب بمعنى الوسعة. نقول الفضاء الرحب يعني الوسيع. طبعا الاشتقاق الكبير ليست له هناك قواعد منضبطة، هذا يرتبط باصل وضع اللغه يعني مثلا اهل اللغه وجدوا معنى وضعوا له لفظا ثم يجدون معنى اخر قريب للمعنى الاول ياخذون نفس اللفظ يغيرون بتغيير جزئي ويضعوه للمعنى الثاني هذا هذه الحاله تشاهد في الاطفال الصغار الاطفال الصغار قد يجدون معنى ويضعون له لفظاً حتى الكبار يمكن يتلفظون تلك الألفاظ معهم إذا وجدوا معنى قريب للمعنى الأول يستعملون لفظ قريب إليه وهذا شبيه بحالة الوضع الأولى طبعاً هذا فيه تفصيل ومحل خلاف وكلام لكن إحنا إشارة إجمالية نشير إليه فإذاً الاشتقاق الكبير بمعنى أنه فاء الفعل عين الفعل لام الفعل ليس بترتيب واحد في كلمتين قد يكون بغير تك ترتيب وقد يكون بتغيير حرف أو قلب حرف أو مثلا تنقيص حرف أو زيادة حرف إذا هذا اتضح بشكل إجمالي نأتي إلى هذا الحديث لنا كلمتان روح راء واو حاء وريح راء ياء حاء الكلمتان من مادتين لان الواو تختلف عن الياء حرفان لكن في الاشتقاق الكبير هناك تشابه بين الروح وبين الريح لذا الذي وضع الكلمه وضع الروح ووضع الريح لاحظ هذا النوع من التشابه الريح متحرك وانت مثلا تاخذ جره تنفخ في هذه الجره والهواء يدخل في هذه الجره فشبه الجسم بالجره وشبه الروح بالريح كما ان هذه الجره اذا كانت خاليه من الهواء انت بالنفخ تنفخها الان في هذه الازمنه توجد لعبة للأطفال تسمى نفاخة ينفخون فيها فتتضخم هذه النفاخة هذه كانت خالية من الهواء فبدخول الهواء فيها تضخمت الجسم كذلك الجسم خالي من الروح ميت فإذا دخل فيه الروح صار الحياة والحركة فيه فشُبه الروح بالريح كما أن الريح جسم لطيف لا يرى وانما يشعر به عن طريق اثره، تحس به عن طريق اثره. كذلك الروح جسم لطيف لا ترى وانت تشعر بها عن طريق اثرها الذي هو الحياه. وكما ان الريح تدخل في الجره والجره تنفخ وتتحرك تكبر كذلك الروح اذا دخلت في جسم هذا الجسم يكبر وينمو ويتحرك فلذلك شبه الروح بالريح وشبه ادخال الروح في الجسم بالنفخ هنا وصلنا الى بيت القصيد في تفسير الايه الكريمه ونفخت فيه من روحي ليس بمعنى هذا النفخ هذا تشبيه تشبيه الروح بالريح وتشبيه دخول الريح في الزق في الجره في النفاخه بدخول الروح في جسم الانسان او بالعكس يعني تشبيه دخول روح الانسان في جسمه بدخول الريح في الجره فليس نفخا بالمعنى الحقيقي حتى يستلزم ان يكون هناك فم لله ولهات وأن يكون هناك نفخ بالمعنى الحقيقي زين لماذا الله سبحانه وتعالى قال ونفخت فيه من روحي ذكرنا في الحلقة الماضية في الروايات مرت وفي في هذا الحديث الإمام عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأمر ويبينه للراوي محمد بن مسلم لماذا قال نفخت نفخت فيه من روحي الله سبحانه وتعالى شرف هذه الروح نسبها إلى نفسه وهذا اصطفاء من الله اصطفاء بمعنى اختيار الله سبحانه وتعالى اختار روح آدم لذا نسبها إلى نفسه اختار أرواح الأئمة والأنبياء واختار أجسامهم, أجسامهم إن الله اصطفى اختيار لذلك النبوة الامامه الالهيه لا يمكن ان ينالها احد، لماذا؟ لانها اختيار من الله سبحانه وتعالى، فالله اصطفاهم وجعلهم محلا قابلا لحمل رسالاته. وقد اشرنا فيما مضى الان بشكل مختصر ايضا لمقدار توضيح هذا الحديث نبين ان الله سبحانه وتعالى لماذا فضل رسوله محمدا صلى الله عليه واله على جميع الانبياء. لماذا فضل الائمه بعد الرسول على جميع البشر لماذا فضل الانبياء على غير الانبياء لماذا هل هو اعتباط كلا الله سبحانه وتعالى حكيم لو الله سبحانه وتعالى كان يصطفي من غير سبب لا باس بذلك لماذا لانه النظام الحياه يحتاج الى وجود ناس أفضل من ناس آخرين والله سبحانه وتعالى بنى نظام الحياة على التفضيل في المأكولات الله فضل بعض المأكولات على بعض في الأشخاص الله فضل بعض على البعض في الأنبياء الله فضل بعض الأنبياء على البعض وهذه موجودة في آيات متعددة من القرآن الكريم ونفضل بعضها على بعض في الأكل فضلنا بعض النبيين على بعض. كما أن الله سبحانه وتعالى فضل الذهب على التراب. لا يمكن للتراب أن يعترض. لماذا فضلت الذهب عليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق التراب. نفس هذا هو فضل من الله سبحانه وتعالى خلق الذهب أفضل منه. لأنه كل فضل ليس استحقاق هناك. انا لا يمكن ان اعترض لي يا رب لماذا لم تخلقني نبيا لان الله سبحانه وتعالى اصل خلقه لي تفضل منه غمرني بالنعم هذه تفضل من الله سبحانه وتعالى زين الله احد الانبياء خلقه وزاد في نعمه ذاك كل تفضل انا لم اكن مستحقا حتى اجي اعترض انه لماذا فضلت ذاك علي لانه كله تفضل هذا اولا وثانيا هذا التفضيل والاصطفاء بسبب من نفس الناس اختيارا يعني الله سبحانه وتعالى فضل رسوله محمدا صلى الله عليه واله لانه من الازل كان يعلم انه في عالم الذر كما في حديث موجود في الكافي ايضا الله من الازل كان يعلم بان محمدا صلى الله عليه واله في عالم الذر سيكون اول من يقول أنت ربي ألست بربكم قالوا بلى أول من قال هو الرسول الله محمد صلى الله عليه وآله لأن الله علم بأنه يكون هكذا لذلك اصطفاه وجعله أفضل الخلق وبعد الرسول على الأئمة عليهم الصلاة والسلام أجابوا فالله سبحانه وتعالى اصطفاهم وجعلهم الخلق يعني من الأزل يعلم أنهم سيجيبون هكذا لذلك خلقهم من نور عظمته في البداية وبعدهم الأنبياء وبعدهم المؤمنون وهكذا التفصيل في عالم الذر سيأتي إن شاء الله في المستقبل فإذا الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء آدم أيضا الله اصطفاه لذلك هذه الروح التي في آدم روح مصطفاة مختارة لذلك الله سبحانه وتعالى شرف هذه الروح نسبها لنفسه لأنه سبحانه وتعالى اصطفاها كما أن الله سبحانه وتعالى اصطفى المسجد الحرام والكعبة وسماهما بيتي، الله اصطفى إبراهيم سماه خليلي، وأمثال ذلك من الموارد التي الله سبحانه وتعالى شرف بعض الأشياء أو الأشخاص ونسبها إلى نفسه، هذا الاصطفاء وهذه النسبة التشريفية هذه ليست بمعنى أن هذه الأرواح وهذه التي نسبت إلى الله تشريفا هذه ليست مخلوقة كلا كلها مخلوقة كلها مصنوعة كلها لم تكن أزلية كان الله ولم يكن معه شيء ثم الله سبحانه وتعالى خلقها استفاد من مجموع الروايات أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء ثم خلق نورا وهذا النور شرفه بان نسبه الى نفسه ثم من هذا النور خلق ارواح الرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام. فكانوا انوار يسبحون الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى خلق ماء ومن هذا الماء خلق السماوات والارض وخلق عليين وخلق سجين من العليين من أعلى عليين خلق أرواح خلق أجسام الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام وخلق الأنبياء أرواحهم أرواحهم وأجسادهم ومن أدنى عليين خلق أرواح المؤمنين فلذلك أرواح المؤمنين التي خلقت من أدنى عليين تحن إلى الإيمان وإلى الأنبياء وإلى الأئمة لماذا؟ لأن أجسام الأنبياء والأئمة خلقت من أعلى عليين أما أرواح الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام وصلى الله عليه وآله خلقت من أعلى من عليين يعني من نور عظمة الله كما بينا ذلك وهذا في أحاديث كثيرة مبين لكن نحن هنا إشارة إجمالية أشرنا إليه لكن كلهم مخلوقون يعني رسول الله محمد صلى الله عليه واله مخلوق لله. الأئمة مخلوقون لم يكونوا فخلقهم الله سبحانه وتعالى أوجدهم وشرفهم. أما من يأتي ويزعم أن الرسول أو الأئمة آلهة أو أبناء الإله أو أن الله حل فيهم فهذا غلو وكفر مخرج عن الملة. من يعتقد بهذا الاعتقاد هو كافر نجس وهذا تعدي على الله سبحانه وتعالى في الاعتقاد ولذلك الغلاة أسوأ من النواصب هذه النقطة البعض غير ملتفتين إلها يتصور أن الغلاة زين لأنهم يعتقدون بالرسول صلى الله عليه وآله يعتقدون بالأئمة هؤلاء مثلا أفضل من النواصب الذين يحاربون الرسول أو الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كلا الغلاة أسوأ من النواصب، لماذا؟ لأن النواصب تعديهم على الرسول وعلى الأئمة، وهذا يجعلهم أسوأ خلق الله، لأنهم تعدوا على أولياء الله بالقتل أو بالسب. لكن الغلاة هؤلاء يتعدون على ملك الله سبحانه وتعالى، على ذات الله سبحانه وتعالى في اعتقادهم هم لا يتمكنون من ان يضروا الله سبحانه وتعالى فلن تضروا الله شيئا، لكن هذه العقيده تعدي على الله كما ان الناصب يتعدى على ولي الله، الغالي يتعدى على الله ولذلك الغلاة اسوأ من النواصب وحكمهم أشد من النواصي إذن عندما تقول ونفخت فيه من روحي تقرأ هذه الآية الكريمة النفخ تشبيه مجاز ليس بالمعنى الحقيقي للنفخ وإنما بمعنى إدخال الروح التي هي جسم رقيق لطيف في هذا الجسم الكثيف الذي هو الجسد فإذا هذا الجسد دخل فيه الروح دبت فيه الحياة. هذا بالنسبة إلى الحديث الثالث. وأما الحديث الرابع نشير إليه بشكل مختصر، بعض العامة رووا رواية عن رسول الله صلى الله عليه واله، هذا الحديث الرابع. رووا رواية عن الرسول أن الله خلق آدم على صورته وفسروا هذا الحديث هكذا. لان هذه الصوره التي نمتلكها نحن بني ادم هذه هي صوره الرب والعياذ بالله يعني هذا هو شكل الله سبحانه وتعالى فالله اعجب بشكله والعياذ بالله حسب ما يزعمون فخلق ادم على هذه الصوره هذه عقليات المجسمه يعني مستوى داني من العقل فيرى الاشياء كلها بشكل مادي زين اذا الله عنده صورة حسب ما يزعم فأي صورة أحسن؟ زين احنا البشر أفضل الصور نعتبرها صورة أنفسنا. النملة تعتبر صورتها أفضل الصور، لذلك في حديث أنه لو كلمة لو، لو تصورت النملة ربها لتصورت له قرنان. لأن لأنها تتصور أن القرنين كمال هي تمتلك قرنان فلو تصورت ربها هكذا تتصور لكن لا تتصور هي هذه هذا فرض الأئمة إما ردوا هذه المزاعم وقالوا أن هناك تحريف في الحديث باقتطاع صدر هذا الحديث الحديث هو هكذا كما يرويح الصدوق في كتاب العيون رضوان الله تعالى على الصدوق يقول عن الحسين بن خالد قال, قال قلت للرضا يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله ان الناس يروون ان ان الناس يعني العامه يروون ان رسول الله صلى الله عليه واله قال ان الله خلق ادم على صورته ماذا قال الامام الرضا؟ فقال قاتلهم الله لقد حذفوا اول الحديث هذا تحريف بالتقطيع اول الحديث حذفوه فالضمير في صورته يرجع الى الله فهكذا قالوا ان الله خلق ادم على صورته يعني على صوره الله والعياذ بالله. لا هذا الضمير يرجع الى شيء موجود في صدر الروايه لكن بعد التقطيع وحذف صدر الروايه المرجع للضمير فقد فتصوروا ان المرجع للضمير هو الله سبحانه وتعالى. قاتلهم الله لقد حذفوا اول الحديث. ان رسول الله صلى الله عليه واله مر برجلين يتصابان يعني احدهما يسب الشخص الاخر يفشرون واحد يفشر على الثاني فسمع احدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك ووجه من يشبهك ودا صابون قال الله يقبح وجهك واللي يشبهك ووجه اللي يشبهك هنا الرسول فقال له رسول الله صلى الله عليه واله يا عبد الله لا تقل هذا لاخيك فان الله عز وجل خلق ادم على صورته، يعني صورته هذا هذا الاخ هذا اخوك المؤمن اللي انت تسبه وتقول الله يقبح صوره من يشبهك هذا يشبه ادم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام، هاي الصوره هي صوره ادم وهذا الرجل يشبه ادم. أنت لما تقول الله يقبح وجه من يشبهك فهذا كلامك يشمل ادم عليه الصلاة والسلام لأن آدم خلق على صورة هذا الشخص شوف لما تقطع الحديث شلون المعنى يتغير إذا الحديث هكذا يروى أن الله خلق ادم على صورته زين صورته الضمير وين يرجع يرجع إلى الله فالمجسم يستغل هذا الحديث ويقول إن لله صورة وهذه الصورة هي تشبه صورة ادم ويتناسب قوله تعالى: ليس كمثله شيء. لكن عندما الحديث كامل ينقل انه هذا يسب ذاك ويقول له الله يقبح وجه من يشبهك، الله يقبح وجه الشخص اللي يشبهك. الرسول يقول ان الله خلق ادم على صوره هذا الشخص، مو على صوره الله. هذا الجواب موجود في كتاب العيون. بعد ذلك في هذا الحديث الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يجيب بجواب آخر، يجيب بجواب آخر، الجواب الآخر يقول: إن صورة آدم هذه صورة محدثة، هذه صورة مخلوقة، الله اصطفاها، الله اختارها، كما أنه نسب روح آدم إلى نفسه كذلك نسب صورة ادم الى نفسه هذه نسبة تشريفية لا بمعنى ان لله صورة وان هذا الانسان وان ادم على صورة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من هذا الكلام كلا بل بمعنى ان صورة ادم ايضا الله شرفها كما ان الله شرف روح ادم كذلك شرف جسم ادم فنسب روح ادم الى نفسه كذلك شرف صورة آدم يعني هذه هذا الشكل وهذه التركيبة من حيث الوجه اللي الإنسان يمتلكه هذه أفضل تركيبة لأن الله سبحانه وتعالى الموجود الذي اصطفاه واختاره اختار له هذه الصورة الجميلة ونسب هذه الصورة الجميلة إلى نفسه بإضافة تشريفية كما أنه قال بالنسبة للكعبة بيتي وكما قال نفخت فيه من روحي فإذا يتبين ان المجسمه حرفوا وايضا لم يفهموا المقصود الله شرف صوره ادم نسبها الى نفسه باضافه تشريفيه لا انها تشبه صوره الله لان الله ليس له صوره لانه لا يحتاج الى صوره ليس جسم الصوره هو تركيب الجسم كيفيه تركيب الجسم يشكل صوره الله ليس بجسم وهو غني عن الصورة وأعلى وأجل وأرفع من أن تكون له صورة بهذا الحديث ينتهي باب الروح وإن شاء الله في الحلقة القادمة ننتقل إلى باب آخر هو باب جوامع التوحيد آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين oh mm -hmm.